سؤال رابع يا عبد الله، انظر الشكل ثم بين في أي حال يكون عزم القوي F أكبر، ثم فسر ذلك. لاحظ لدينا الأشكال الأربعة. نقاط النقطة اللي بدك تاخذها اللي هي تعتبر مقبض الباب، لكن هذا السهم هو يمثل شدة القوة. لاحظ إنه هو رح يكون عزم القوة، رح يكون عزم القوة F أكبر، أي شدة القوة أين هي تكون أكبر؟ هل هي ماشي التالت. A B C D؟ ماشي سي. سي لماذا؟ لأن كل ما ازداد المسافة زاد العزم. طيب كلما ازداد، تماما ممتاز، تفسير رائع. بس لاحظ انت عند الشكل، لاحظ نقطة السهم عند السي بالنسبة لمحور الدوران، بالنسبة لمفاصل الباب ازداد زراع القوة، ازداد الشيء. هو تفسيرك صحيح ممتاز، ولكن احنا بدنا الإجابة الخيار الصحيح. لاحظ عندك الشكل A، شكل A عندك عزم القوة اللي هو شدة القوة تكون على حلف الباب عند فتحة الباب بعيد عن محور الدوران. لاحظ الشكل B تكون في المنتصف، في منتصف الباب النقطة، يعني النقطة اللي بدك تاخذها اللي هي بتكون بين من النقطة اللي أخذتها هي نقطة شدة القوة عند محور الدوران. لاحظ الشكل بي سي، عفوا سي، لاحظ إنه شدة القوة F هي حتكون قريبة من محور الدوران. لاحظ الشكل دي، حيكون النقطة عند مقبض الباب عند محور الدوران. إذا برأيك أنا هي إجابة صحيحة A B C D، أو أنه الشكل صحيح. آخر جواب لي. فممكن تذكر لي نتيجة زراع القوة، كلما زادت المسافة زاد العزم. زاد العزم، ممتاز. كلما زاد البعد أو زراع طول الزراع زاد العزم، ممتاز، حلو. لاحظ إنه الأبعاد، أين هي الإجابة الصحيحة في رأيك؟ أسيب بالشكل A. لماذا اخترت هذا الشكل؟ لأن في مركز عزم القوة أبعد ما يكون عن مركز الدوران. تماما. إذا النقطة اللي أخذناها اللي هي بتمثل البعد عن محور الدوران، وأيضا بيمثل شدة القوة، فهذا العزم متعلق في شدة القوة وعزم القوة، زراع القوة متعلقة من بعضهما، فيحصل دوران، فيصبح لديه عزم، تمام؟ إذا الإجابة هي A، كلما زاد من زراع القوة تزداد عزم القوة. مو بس إحنا بدنا نوقف عند النقطة عند المقبض فقط، مسك أنت الباب تجريبياً، يعني تجريبياً مسك الباب من حرفه وافتحه، ورجع مسكه من عند مقبض الباب وافتحه، أنا رح تلاقي سهلة. هلا بتجربوها بعد الدرس، تمام؟ أنسة ليش ما اخترنا دي؟ صديقتي في عنا نقطة عند الأول، نقطة هي أبعد البعد أكبر، البعد أكبر، كلما زاد من البعد زاد عزم القوة، يعني بيسهل علينا فتح الباب، بيسهل الدوران أكثر للباب، كلما نقص من عزم القوة، يعني بينقص إنه بيصعب علينا فتح الباب، تمام؟ إيه أنسى، تمام أنسى. الشكل دي ما بيمر بمحور الدوران أبداً. كل الأشكال يا صديقتي لا تمر في محور الدوران، كلها لا تمر في محور الدوران، ولكن هنا المقصود اللي البعد اللي هو بدي يحدد لنا، البعد هو بدي يحدد. طيب لحظة، البعد من هون لهون، هي النقطة، شايفين البعد من هون لهون، البعد من هون لهون، هي كلياتها القوة تكون عموديا على مستوى الباب، فالقوة كلها تكون عموديا على مستوى الباب. لاحظ البعد، أنه هو أكبر. إذن كلما زاد زراع القوة يكون عزم القوة زاد من عزم القوة، كلما نقص عزم القوة، تمام؟ هذا البعد دي.